تنطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى توزيع بواد غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخلي الرئيس لنا يا رب. يسهر عشاننا ويفضي روحه وهمه همنا. عشان طيبين وسيادة الرئيس وطيب، والداخلية كلها طيبة إن شاء الله. في كل شبر في مصر تلقى واحد مننا يسهر عشاننا. ربنا يخليك لنا يا رئيس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا بلادي يا بلادي تعيشي، يا بلادي يا بلادي. تقول النهارده خبط عليا في البيت وقالوا لي هدية من سيادة الرئيس. شكرا يا رئيس، كل سنة وانت طيب. ألف شكر لك يا رئيسنا، ربنا يفديك والصورة معاك دايما، فاكرنا على طول. ألف شكر يا رئيس، ألف شكر، ألف شكر، فاكرنا على طول دايما في المناسبات، فربنا يخليه لنا يا رب ويبارك لنا فيه. شكرا لسياده الرئيس، وشكرا على تعبكم يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، وشكرا على تعب الرئيس الجمهوريه اللي فاكرنا. تحيا مصر، تحيا مصر، كل سنه وانت طيب يا رئيس. يا بلادي يا بلادي تعيشي، يا بلادي نفديك، يا بلادي. كل سنه وانت طيب يا رئيس، ودايما بصحة وسلامة، ومفرحنا بكل حاجة في محافظة جنة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تشكر يا رئيس. وانت السيسي كل سنة وانت طيب، وطيبين كلكم بخير، وجينا كلها بخير. يا بلادي يا بلادي تعيشي، يا بلادي يا بلادي. أنا بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم ما مسك، لأن الراجل حمانة، حمانة حمى جامد، مش مخلينا عايزين حاجة. كل سنة وأنت طيب يا ريس، وعيد علينا سعيد إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يخلي لنا سيادة الرئيس إنه جايب لنا مبادرة كلنا واحد. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير. ربنا يخلينا الرئيس، كل سنة وانتم طيبين، ربنا ما يحرمناش منه. وشكر الرئيس إنه بيسأل علينا وبيراعينا وبيراعي الشعب. وبنشكر سيادة الرئيس، وربنا يخليك لنا ويخليك لشعب مصر. في كل خطوة قصاده تبقى مصر الاختيار، وفي عز برد الليل بيحرس لطلوع النهار. ربنا يخليك يا رئيس، مشكرين على كابتن الدهان الضباط، مش دايما مش ناسين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، كل سنه وانت طيب يا رئيس، خليك لينا. كل سنه وانت طيب يا رئيس، وربنا يخليك لينا، وربنا يديك الصحه عليك يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يخلي الرئيس ان فاكرنا ودخلتكم عليا بالدنيا. تحيا مصر، تحيا مصر، شكرا يا رئيس.
سنة وانت طيب يا ريس وادع عليك الايام بخير وربنا يخليك لينا وخليك للغلابة يا رب. فرحنا بالهدايا بتاعت سيادة الريس دي والحمد لله تمام، وانا شكرا لسيادة الريس وكل سنة طيبين. ونشكر الريس ان هو برضه يعني انه بيفتكر ناس الغلابة في الغيطان وفي البيوت وفي كل حد، ان هو ما نسيش اي حد. دعم متواصل تقدمه وزارة الداخلية من خلال مبادراتها الإنسانية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين. أنا فتحت الباب بيخبط، لقيت الضباط جايين بيقولوا لي كل سنة وأنت طيب يا ريس، جايب لك الهدية دي. كل سنة وأنت طيب يا ريس، وكل سنة بتفتكرنا وباركنا فيك. شكرا لسيادة الرئيس وشكرا للشعب المصري كله وشكرا للداخلية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.